ميديا. بس أم نور وحدي لأنه يحز بالخاطر لأن المسلسل نجح. هو مو بس لأنه نجح، لأنه أنا ما وقف قدامها ولا مرة وما أدري شو اللي قاعد يصير. بس كل ما ينحط وياها. اسمها التقيتي وياها؟ التقيت وياها بعز الله يرحمه عبد الحسين. بس كل ما ينحط اسمي ما أدري منو اللي يشيله، ما ماني عارفة شنو هو السبب. أنا أشوفها مو نصيبك يمكن الحين. هو لأنه هو مو نصيبي طبعا أكيد والحمد لله، بس إنه يكلموني عن الشخصية يختفي بعدين، وبعدين يختفي. هذه ما تصير معاي ولا لوكيشن ما عدا مع أستاذة. إيه أستاذة إن شاء الله بشوف أسألها أشوف شنو. بس أنت ودك تشتغلين طبعا معها. أكيد ليش لا. وشوف محمد في شغلة